وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائل كريم فاضل من بلاد الشام يسأل عن كتاب ختم الأولياء. نقول أيها الكرام الفضلاء، الفكر الصوفي الذي نشأ في القرن الثالث الهجري كان يحمل دعاوى كاذبة. ما هي هذه الدعاوى الكاذبة؟ منها أن الأولياء يختمون كما أن الأنبياء لهم خاتم، الله المستعان، مثل ما النبي عليه السلام هو خاتم الأنبياء فالأولياء كذلك لهم خاتم. وأول اللي أظهر هذه البدعة وهذه الفرية رجل يسمى محمد بن علي بن الحسن الترمذي، ويسمونه الحكيم الترمذي. هذا مجهول سنة الولادة ومجهول سنة الوفاة، وألف هذا الكتاب ختم الأولياء. يقول فيه: وما صفة ذلك الولي الذي له إمامة الولاية ورياستها وختم الولاية؟ قال: ذلك من الأنبياء قريب يكاد يلحقهم. قال: فأين مقامه؟ قال: في أعلى منازل الأولياء في ملك الفردانية، وقد انفرد في وحدانيته ومناجاته كفاحا في مجالس في ملك الفردانية ومناجاته كفاحا في مجالس الملك، وهداياه من خزائن السعي. قال: وما خزائن السعي؟ قال: إنما هي خزائن ثلاث: خزائن المنن للأولياء، وخزائن السعي لهذا الإمام القائم، وخزائن القرب للأنبياء عليهم السلام. فهذا خاتم الأولياء، مقامه من خزائن المنن، ومتناوله من خزائن القرب، فهو في السعي أبدا، فمرتبته ها هنا، ومتناوله من خزائن الأنبياء عليهم السلام. قد انكشف له الغطاء عن مقام الأولياء ومراتبهم وعطاياهم وتحفهم. انتهى الاقتباس. وتدرج هذا الحكيم الترمذي تدرجا شيطانيا خبيثا، وبدأ ينشر هذه العقيدة الفاسدة، فيتذرع في نشر هذا بدعاوى باطلة بتحريف النصوص القرآنية والنصوص النبوية. فمثلا يزعم أن للأولياء البشرى في الحياة الدنيا، مستدلا بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك والفوز العظيم، وأن الرسول بشر. وهذا صحيح، لكن يقول: إن الرسول بشر بعض أصحابه بالجنة، وأنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر البشرى باقية في الرؤية. أقول: يتذرع الترمذي بهذه النصوص من القرآن والسنة الصحيحة ليبث في عقائد المسلمين أن الولاية لا تنقطع، وأن فضل الله على هذه الأمة لا يتوقف، وأن البشرى باقية بعد الرسالة، وأن الأولياء يصلون إلى معرفة الحق لأن الله في زعمه كشف عنهم الحجب كلها. ويقول في هذا الشأن: فهذه الطبقة التي يكبر في صدورهم، يعني سبحان الله، هو يعني يسب ويذم علماء السنة الذين ينكرون هذه التراث والأكاذيب، فيقول: هذه الطبقة التي يكبر في صدورهم بلوغ الأولياء هذا المحل من ربهم، فيدفعون هذا لجهلهم، لا يعلمون أن الله عبادا أغرقوا في بحر جوده، فجاد عليهم بكشف الغطاء عن قلوبهم عن عجائب، وأطلعهم من ملكه ما نسوا في جنبه كل مذكور، حتى تنعموا به في حجبه الرباني. انتهى الاقتباس من كتاب ختم الأولياء صفحة 86 و300. ثم يستطرد أيضا على ويعيب على من يعيب هذه العقائد الفاسدة من أهل السنة والجماعة، ويسميهم علماء حطامين أو علماء حطامين، يعني أهل دنيا، وتارى يسميهم علماء بلعامين، يعني نسبة إلى بلعام بن باعوراء. ثم يدعي الترمذي بعد ذلك للأولياء أنهم يخبرون ويخبرون ويغترفون مما يغترف من الأنبياء، وأن الأنبياء أو أن الأولياء يبشرون
بما يبشر به الأنبياء. كلام عجيب سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية. إلى غير ذلك من هذا الكتاب الذي ينبغي أن يحذر منه أيها الكرام الفضلاء، وينبغي أن ننتبه إليه وإلى بطلانه، فلا ينطلي علينا مثل هذا وتتم نقول بالنسبة للحكيم الترمذي، هو أبو عبد الله محمد بن علي بن حسين الترمذي، وهو من الصوفية الذين نشأوا في القرن الرابع، وكان من أهل خراسان وطبعا سنة الولادة مجهولة وسنة الوفاة أيضا مجهولة، وله كتب منها كما قلنا ختم الأولياء، تذكرة الأولياء، الرياضة وأدب النفس، إلى غير ذلك مثل هذه الكتب ومثل هذه الأشياء، لكن ينبغي أن يحذر منه وأن يحذر من مثل هذه الكتب التي تنشر فكرا فاسدا. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تم تحرير صوتيا ليلة السبت لعشر بقينا من ذي الحجة الحرام لعام 42 و400 من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع أخوانا وكل المسلمين أجمعين، واحفظ ولاتي على طاعتي وارزقني بالرحمة لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله عليه وسلم.